اصلا قاعده فتره، مبروك. اصلا قاعده فتره طويله، اصلا بتمنى اليوم ده والله اكتر من مرات. انا يعني انا فعلا كنت مستنيها تخرج، فالحمد لله. مبروك مبروك يا حياه قلبي مبروك. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير ان شاء الله. ان شاء الله يعني باذن الله في 2021 بتمنى من كل واحد بيتفرج عليا، بتمنى له ان شاء الله ان هو يحقق كل نفسه فيه ويبقى شخص افضل في 2021. لو هو مثلا حابب يطور من نفسه، فان شاء الله يقدر يطور من نفسه ويوصل للحلم اللي هو عايزه. النهارده في الفيديو بتاعنا قبل ما نبدا طبعا هنصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم ونعمل لايك. وهتقول لي ايه يا عم، هو انت شيخ؟ لا بس ده نبينا، فعلى الاقل يا عم صلي عليه وانت كده وانت ماشي. عامه استغفر، قل لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. الكلمه دي حرفيا عن تجربه شخصيه مني انا، بتريح الواحد لو مخنوق. فهنعمل لايك، ولو انت لسه جديد اشترك في القناه وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. معاكم عبد الله جامبو وفيديو جديد. النهارده هتكلم عن موده الادهم ورناد عماد وحنين حسام. الخبر كان على اليوم السابع وفي قناه فضائيه مشهوره، وفي واحد من الفانز هو اللي قال لي، اصلا واحد من اللي بيتابعني كمان على الانستجرام هو اللي قال لي اطلع اتكلم بسرعه لان مودة الادهم وحنين حسام هيطلعوا. ده شيء يفرحني على فكره، مش شيء يحزني. ممكن في ناس بتتفرج تتضايق، لا هقول لكم ليه واحده واحده. طبعا كده كده رناد عماد بقى لها اسبوعين باين او شهر طالعه، بس ما كانتش راضيه تطلع لانها كانت يعني اكيد طبعا السجن والحبس والكلام دوت بيضايق الواحد نفسيا وبيأثر على النفسية بتاعت البني آدم، فكانتش راضية تطلع. وبعد كده طلعت لايف مع عادل علاء ان هي قالت بقى ان هي رجعت والكلام دوت. اصلا قاعدة فترة طويلة، اصلا بتمنى اليوم ده والله اكتر من مرات. انا يعني انا فعلا كنت مستنيها تخرج، فالحمد لله. انا جيت الغيكم من الوجود. في الفيديو اللي انت شفته دلوقتي هي بتزغرط وفرحانه جدا بخروج ناد. اكيد اي اتنين صحاب شبه بعض اكيد هيفرحوا لبعض، دي حاجه معروفه جدا. وعلى فكره انا مش معترض ان هم خرجوا. في ناس هتقول لي انت يا ابني انت متخلف يا ابني، دول كانوا بيقلعوا وكانوا بيعملوا قاذورات. يا جدعان ربنا بيسامح، فاحنا برضو لازم نسامح. طب احنا امتى نبدا نتكلم او نقول شو شايف اهو يا عم اللي خرجوا شوف بيعملوا ايه؟ لما يبداوا يرجعوا للحاجات القديمه بتاعتهم. ولسه انا على موقفي ان بتوع الرياكت بدون ذكر اسامي ظلموا جدا حنين حسام. حنين حسام كانت بره الحوار ده خالص المفروض اصلا. هي ولا كانت بتقلع تمام، ولا كانت بتلبس لبس يعني لبس ضد عادات مجتمعنا، لبس عريان، لبس مثلا يعني مش كويس. حنين حسام بصراحة أنا ما شفتهاش كده خالص. طبعا في واحدة مالتها متخلفة عقلها تيجي تكتب لي والبنطلون الضيق اللي كانت بتلبسه. على فكرة أنت لو رحت أي فرح من قرايبك، مش هقولك من ناس بره، فيهم واحدة بتلبس بنطلون ضيق. إلا من رحم ربي، ربنا يهديهم. أنا دلوقتي بكلمك على عري، على فجور، على قلة أدب بقى. فهماني؟ بصراحة عشان برضه ما نكدبش، مودة الأدهم كانت أكتر واحدة نمبر 1 في العري، ما شاء الله أكبر يعني. بص صلت ملط عراه، كانت ماشية بالمبدأ دوت. انا طالعه في الستوري دي عشان اقول لكم حاجه واحده، من منكم بلا خطيئه فليرجمها. بمعنى يعني احنا غلطنا واتحاسبنا الحمد لله، وربنا يعني سترها علينا الحمد لله، وشفنا الوحش شفنا الحلو وتعلمنا وطلعنا الحمد لله سلام وكويسين، وكويس ان في نفس طالع وخارج مننا. فمعنى ان انت مثلا تحاسبني على خطيئتي، فانت روح حاسب نفسك على خطاياك، وبعد كده تعالى اتكلم معايا او اتكلم مع غيري على خطاياه، عشان احنا بشر. بس احنا مش ملايكه. انا كل اللي طالباه منكم ان انتوا تدخلوا الموده تقولوا لها كلام حلو ويفرحها، محدش يضايقها ابدا، لان انتوا ما مرتوش باللي احنا مرينا بيه، فمش هتحسوا احساسنا وكسرتنا. فانا عايزاكم دايما تفرحوها ودايما تقولوا لها كلام حلو، وده عشان خاطر ربنا، وعشان خاطر ربنا يسترها معاكم ويقف جنبكم. ريناد في الفيديو اللي انت شفتوه دلوقتي بتقول يا جدعان اي بني ادم بيغلط
واحنا اتعلمنا من غلطنا واللي جاي احسن وربنا غفور رحيم. كلامها صح جدا ولازم الناس ما تشتمهمش او تهاجمهم. ابدأ بقى هاجم لما يرجعوا تاني. دي وجهة نظرنا طبعا، برضو انت من حقك تكتب وجهة نظرك في الكومنت تحت، انا مستني وجهة نظرك. كانت فرحانة جدا وعمالة تنزل الصور بتاعتهم زي ما انتوا شايفين في الاستوريهات وبتزغرط. اكونت موده الجديد وعايزه الكل يدخل بقى يعمل لها فولو، عايزه الدنيا تتفجر عندها. بصوا يا جماعه، انا عارفه ان الاكونت بتاع موده اتقفل، بس احنا مش عايزين لما هي تخرج تحس بصدمه زي الصدمه بتاعتي لما الاكونت بتاعي اتقفل برضو. فاحنا عملنا الاكونت ده، احنا اصحابها، وعشان لحد ما تخرج تلاقي الاكونت ده موجود وعليه فولورز وعليها الناس اللي بتحبه، فهو ده الاكونت بتاعها، وادخلوا اعملوا له فولو. لا وكمان ما شاء الله اكبر، عملت لها اكونت كمان وبتقول لهم وصلوه 50,000 عشان لما تخرج تبقى مبسوطه عشان ما تصدمش، لان طبعا الاكونت كان بتاع رنات كان اتقفل، وعملت اكونت جديد ووصلته ما شاء الله 250,000. فبرضه عشان مواد لما تخرج يبقى معاها الاكونت بتاعها بس. والخبر حقيقي جدا يعني، خلال مثلا اسبوع هتلاقي حنين حسام طلعت وموده. طبعا رنات ما اتكلمش على حنين لان هم يعتبر مش شبه بعض قوي، فاهمني؟ انا قلت لكم يا جدعان انا حاسس ان حنين في زاويه كده لوحدها، وموده ورناد وموده وفرناد في زاويه كده لوحدها. وده ما يقللش من اي حد، كل واحد يا جدعان ودماغه وتربيته وطريقته في الحياه، فاهمني؟ بس في هنا سؤال، انتوا عاملين اكونتات وناس انفلونسر او مشهورين او بلوجر بتعملوا حاجه على الانترنت، هل انتوا هتفضلوا زي ما انتوا زمان اللي هو بترقصوا وبطون عريانه وفخاد عريانه؟ انا مش شايف ان دوت كونتنت او محتوى اقدمه للناس. يعني الفولورز بتوعكوا يا اما اطفال براس خنزير، يعني انت متقدمش حاجه ولا بتضحك مثلا ولا بتعمل محتوى ترفيهي ولا بتقدم اي حاجه غير انت بتنزل تتصور وبتترقص على الفيديوهات او على التيك توك. هتقولي طب انت ممكن في ناس تانية بتعمل تيك توك، اوكي هما بيعملوها جنب الشغل بتاعهم، يعني انت لو فنان كده كده هو بيمثل فهو بيضحكك او بيقدم لك مثلا محتوى او فيلم دراما او مسلسل درامي، فبيجي في وقت فراغه زي ليلى زاهر في وقت فراغها بتقدم لك فيديو تيك توك تسليه. وكمان ليلى زاهر بترقص بتعمل ليبسينج على افلام مثلا، وبرضه طبعا ما عنديش اعتراض ان انت تعمل ليبسينج على اغنيه مثلا مشهوره او اي اغنيه عامه، فاهمني؟ ما دام بادب وباحترام. بس الليبسينج يا جدعان مش موهبه، الليبسينج دوت ترفيه. يعني تيك توك دوت اصلا الميوزيك اللي معمول للترفيه، ان يعني انا برفع عن نفسي مش محتوى بس. وبتمنى ان الفيديو يكون عجبكم تمام، ولو انت زي رايي ان احنا يا جدعان نديهم فرصه تانية ويمكن يبقوا كويسين او احسن من الاول. لو انت زي رايي اكتب لي في كومنت، ولو انت معترض معترض عليا او معترض على رايي برضو اكتب لي كومنت، انا برحب بكل الاراء وعلى راسي من فوق ومستعد اناقش اي حد. وفي اخر الفيديو زي ما بقول لكم، يا رب كل واحد شاف الفيديو يحقق كل نفسه فيه ان شاء الله في السنه ديت، وربنا يوفق الجميع وسلام. وقبل ما نقفل الفيديو متنساش بقى تشترك في القناه وتفعل زر الجرس وتخليه كل الاشعارات عشان يوصل لكم كل جديد، واللايك الجميل بتاعك وسلام. ولو عندك اي حاجه عايزنا نتكلم عليها ممكن تبعت لي فولو على الانستجرام هنا او الناحيه الثانيه يعني، وانا هطلع اتكلم في الموضوع ده. والله يخرب بيت ام الكلاب اللي بره اللي قطعت علينا التصوير. سلام يا جدعان.